والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني فيديو جديد، معاكم شريف من evcars.cn على الانستغرام. زي ما انتم شايفين ورايا هنا، ورايا هنا العملاق الصيني شاومي SU7. زي ما انتم شايفين شكلها قد ايه سبورتي وقد ايه اللون تحفه تحفه بجد. اللي ما يعرفش عن شاومي SU7، بينزل منها 3 موديلز. اول موديل هو بينزل ب 700 كيلو وات، تاني موديل بينزل ب 830 كيلو وات، واخيرا الموديل الثالث بينزل ب 800 كيلو وات. ليه الموديل الثالث اقل من الموديل الثاني وايه الاختلاف؟ الاختلاف ان هو الموديل الثالث بينزل بدول موتور وبيبقى دفع رباعي عن الانواع الثانيه اللي هي بتنزل بدفع خلفي. اهم حاجه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا عشان نبص على بعض. العربيه من جوه فيها كميه فيوتشرز غير طبيعيه هنحكي عليها في الفيديو، فلو جاهز يلا بينا. ويلا بينا طبعا. اول ما نبدا بالعربيه خالص لازم نبدا بالخلفيه، والخلفيه مره جميله. بس الاول قبل ما نشوف شكلها عامل ازاي لازم الاول نحكي على مساحه الشنطه من ورا كام لتر وممكن تساعدك في قد ايه. زي ما انتم شايفين المساحه ما شاء الله قد ايه واسعه لقدام. المساحه مساحه الشاومي SU7 بتوصل لحد 105 لتر زي ما انتم شايفين. بص هنا قفلنا العربيه زي ما حكينا في الفيديو الاول. هنا في هنا العربيه موديل العربيه اللي ورايا SU7 ماكس. شوف السبويلر عامل ازاي. السبويلر مره ممتاز بصراحه، شكله تحفه، عاجبني بصراحه. تقفيله الفوانيس من ورا عامل ازاي طبعا. واهم حاجه لازم امنشنها في الفيديو ده طبعا، فتحات التهويه اللي في الاكسدام والكاميرات. تعال معايا كده شوف فتحات التهويه هنا، وفوقيها هنا الكاميرات عندك واحده والثانيه هنا تمام. زي ما قلنا لكم هنا SU7 ماكس تقدر تمشي معاك لحد 830 كيلو وات تمام، ودول موتور ودفع رباعي غير الموديلات الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديوهات الجايه باذن الله. تعال معايا بقى واحده واحده نتفرج على البساطه والحلاوه وازاي كل حاجه قدامك اوتوميتد. بص يا معلم، عندك هنا عندك السكرين، عندك سكرين كبيره زي دي مقاسها 16.1 تمام. بص الجمال، بص السلاسه في الديزاين. عندك تحت هنا شحن بيوصل لمده 50 كيلو وات. عندك هنا الطبلون، عندك هنا 4 زراير هنتكلم عليهم بعدين. التاب بقولي 1 تاب. بص هنا الجمال، بص السلاسه والاناقه بصراحه عاجبني جدا. نسيت اقول لكم حاجه بخصوص السيتس. السيتس هنا بتسبورت المساج سواء اللي ورا او اللي قدام، حاجه ما شاء الله تحفه. العربيه حاليا دايره، فانت لما بتبدا العربيه خالص بتدوس على الزرار من هنا اللي هو الستارت تمام. بعد كده احلى حاجه بقى اللي عجباني في الشاشه دي، سيبك بقى من مقاسها اللي هي 7.1 والسلاسه وكل الكلام ده، بتروتيت معاك اول ما بتدور العربيه. عندك الدريكسيون ملمسه مره جميل بصراحه. الدرايف مود هنا طبعا بيساعدك على قوه العزم، وانت على حسب مود السواقه اللي انت ناوي تبقى ماشي بيه ساعتها. بص جمال الفرش هنا ما شاء الله، كل حاجه اوتوميتد، كل حاجه ديجيتال زي ما انت شايفين طبعا. هنا بس ممكن نقول اللي هو اندرويد سيستم لدلوقتي، وبعد كده هنتاكد لو هي المعلومه صح هسيبها، لو غلط هقول لكم المعلومه الصح. طبعا طلعنا بره السياره دلوقتي رايحين نعمل تيست درايف، خليكم معانا للاخر. ولو انت لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب اعمل دلوقتي حالا عشان دلوقتي في الطريق. يلا بينا. نعم ايوه وريني بقى. نربط الحزام ازاي؟ بص من جوه عامله ازاي. بص الكراسي، فتحه السقف اهم حاجه، فتحه السقف. بص على الرايق، على الرايق ازاي ولطيفه ورا فوق ورا هنا. طبعا ورايا هنا السيلز برضو بتتكلم، بس بتتكلم تشاينيز لو عايزين نترجم. زي ما انت شايفين اهو بنعمل تيست درايف. بص الليد، الشاشه الليد قد ايه سلسه وجميله بصراحه. بصراحه عجباني البرايتنس بتاعتها. طبعا معلومه على السريع برضو حبيت اقولها، الموديل 1 والموديل 2 من شاومي اس يو 7 بتنزل بباتري نوعها ايرون باتري، بس النوع الثالث بالذات بينزل بنوع اللي هو الليثيوم الثلاثي الابعاد او حاجه زي كده. بص الحلاوه. ايوه طبعا في تفصيله جميله كده وفاني شويه اللي خدت بالي منها، لو حد اخد باله من السنسور اللي فوق الدريكسيون فوق كده هنا، عندك هنا اهو تمام. ده سنسور ده محطوط مخصوصا هنا عشان يديتكت لو انت مثلا لو السواق نايم او ما خدش باله من حاجه او مثلا تعبان او كلام من ده، يقوم يديك اليرت يقول لك اصحى احنا في حوار. وتشوني 21
السعر بيبدأ من 21,000 دولار ما يجينش ما ارشي اي 1 او سوري السعر بيبدا من 200,000 ارمبي لحد وانت طالع. وبس كده عملنا تيست درايف، جربنا العربيه من جوه، صورناها من جوه، صورنا من بره، ما شاء الله جميله، ما شاء الله تستاهل التجربه فعلا، الاكسبيرينس من جوه زي ما انتم شفتوا. مش قادر استنى لحد ما ارجع البيت واعمل اديت وانزل لكم الفيديو على اليوتيوب. فلو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتس تحت تحب الريفيو الجاي يكون على العربيه ايه، سواء كهربائيه او سواء بنزين. وانا معاكم.